للمزيد حول الأسواق العالمية انضم إلينا من دبي كابي دحدوح، كبير محللي الأسواق العالمية في ATFX. مينا، أهلا وسهلا بك كابي. يعني إذن تقلبات عنيفة كما يصفها الكثير من المحللين في سوق السندات، سؤالي متى ستنتهي برأيك؟ ما الذي سيهيئ لها هذا الأمر؟ توقعاتنا انتهاء هذه الحالة في حال قرر الفيدرالي إخفاض أسعار الفائدة. طبعا حاليا ليس هنالك أي أدلة على أن الفيدرالي يتوجه نحو إخفاض أسعار الفائدة، حتى تصريحات من رئيس المجلس الفيدرالي جيروم باول قال احتمالية إخفاض أسعار الفائدة قد تحصل في 2024. عند الاقتصاد الأمريكي ما زال لحد ما ينتظر العديد من البيانات لفهم فكرة أوضح. بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثاني كانت مخيبة للآمال، لذلك ننتظر نحن الآن بيانات في الربع الثالث لمساعدة الفيدرالي لفهم حالة الاقتصاد والوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نركز طبعا هذا الأسبوع وفي هذه الفترة وخصوصا قبل اجتماع الفيدرالي عن هذه البيانات زيد كابي التي تتحدث عنها في الأونات الأخيرة. الأسبوع الماضي تحديدا تابعنا بيانات قوية، تحديدا من بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وبالمقابل نترقب يوم الجمعة المقبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة. أيضا دعنا في صورة التوقعات لهذه البيانات إذا ما كانت قد أشارت أو قد تشير هذه إلى بعض التباطؤ في التضخم، هل هذا يعني تعديل المسار أم أنه سننتظر أيضا بيانات أكثر لتحديد توجه الفيدرالي في الفترة المقبلة؟ للفيدرالي هدف واحد حاليا وهو إخفاض التضخم إلى الرقم السحري 2%. طبعا هذه البيانات الأسبوع الماضي والبيانات السابقة والبيانات المنتظرة في هذا الأسبوع ستري الفيدرالي ما مدى المجال الذي لدى الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. لذلك تصريحات من العديد من أعضاء الفيدرالي أن هنالك احتمالية زيادة أسعار الفائدة في المستقبل. الهدف هو دائما إخفاض التضخم. في حال ظهرت هذه البيانات إيجابية هذا يعطي الفيدرالي فكرة أوضح أن هنالك المزيد من المجال لرفع أسعار الفائدة. وتوقعاتنا نحن في الاجتماع القادم هو تثبيت أسعار الفائدة، لكن في الاجتماع الذي يليه قد نرى زيادة من مقدار 25 نقطة أساس لمكافحة التضخم الكابح في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب الآن ما هي الأسهم والقطاعات برأيك التي ستكون جاذبة للمستثمرين في ظل هذه الحالة سيد كابي؟ ولاحظنا العديد من الأسهم خصوصا أسهم التكنولوجيا تكون جذابة بشكل كبير للمستثمرين، لكن مع العلم بانتظار بيانات واحتمالية حدوث ركود اقتصادي هذه الأسواق تعتبر خطيرة لحد ما للاستثمار فيها في حال حالة الركود الاقتصادي. لكن تشبع المستثمرين حاليا وتقبلهم على الملاذ الآمن وخاصة الذهب وخاصة حتى العملات المشفرة في آخر فترة لاحظنا تقبل للمستثمر. المستثمر حاليا يأخذ أكثر خطورة، يأخذ صفقات، يأخذ استثمارات أكثر خطورة من الوضع الطبيعي. هذا يعطينا أن الوضع الاقتصادي بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية إيجابي. عندما نرى المستثمرين يستثمرون بالأسواق الخطرة هذا يرينا فهم عن تفكير وطريقة تفكير المستثمرين في الأسواق العالمية. لذلك قطاع التكنولوجيا ما زال جذاب جدا، قطاع الطاقة ما زال جذاب جدا، وهنالك العديد من القطاعات التي ما زالت جذابة للمستثمرين بشكل عام. طيب في ظل الحديث عن الاقتصاد القوي كما قلت أو أشرت قبل قليل سيد دحدوح، ماذا عن أسهم القيمة والأسهم الدورية التي تستفيد من قوة الاقتصاد إلى جانب أسهم التكنولوجيا؟ هل ممكن أن نرى اتجاه المستثمرين لهذه الأسهم بشكل أكبر من أسهم التكنولوجيا كما حدث في الفترة الماضية، أم أنه نتائج شركات التكنولوجيا تحديدا وإذا ما جاءت كما المتوقع بنتائج إيجابية أو تفوقت على التوقعات بشكل كبير قد تعطي زخما أكبر ولن يلتفت المستثمرين إلى أسهم القيمة في هذه المرحلة؟ بالتأكيد كما ذكرتي الأمر يعتمد على نتائج عائدات أسهم التكنولوجيا. إذا كانت الأسهم تؤدي بشكل جيد وعائداتها هي مرتفعة جدا هذا سيزيد من جاذبية أسهم التكنولوجيا وسيبعد كتلة مالية من الأسهم من الأسواق الأخرى إلى سوق التكنولوجيا. لكن لاحظنا مثلا في الفترة الأخيرة سهم تسلا على سبيل المثال كانت عوائده منخفضة جدا وأدت لانخفاض هذا السهم. لكن هنالك العديد من الشركات في قطاعات التكنولوجيا التي تؤدي عملا فائق للتوقعات، فائق لتوقعات المحللين. حتى العديد من المحللين لم يكن هنالك توقعات لتخطي قطاع التكنولوجيا بهذا الشكل لأدائه أدائه الجيد جدا في هذه السنة. لذلك قطاع التكنولوجيا هو ما يزال
حتى الآن هو ملفت أنظار جميع المستثمرين حاليا. مع الحديث كابي يعني حول هذه التقلبات في سوق السندات كما بدأنا الحديث، جاذبية بعض الأسهم وانتقائية المستثمرين لبعض الأسهم في بعض القطاعات، هل نتوقع أن تبقى أو تتغير توقعات المستثمرين لأرباح الشركات المستقبلية يعني في الربع الرابع وما بعد ربما في العام المقبل؟ مبدئيا حسب التواريخ والبيانات التي ظهرت هذه السنة، جميع البيانات كانت لحد ما إيجابية، لذلك توقعات المستثمرين حاليا لعوائد شركات التكنولوجيا أن تكون إيجابية لحد ما. لذلك العديد من المحللين الماليين وأنا من ضمنهم نقول لنهاية السنة سنفهم، سيكون لدينا فكرة أوضح عن توجه قطاع التكنولوجيا في السنة القادمة، لكن في السنة 2023 ما زال هذا القطاع هو أكثر قطاع جاذبية للاستثمار. لذلك نرى عوائد الربع الثالث وعوائد الربع الرابع ستكون لنا بيانات مهمة جدا لفهم مسار هذا القطاع في سنة 2024. كابي دحدوه كبير محللي الأسواق العالمية في ATFX مينا، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا الحديث حول هذه الاتجاهات في الأسواق العالمية. مؤشرات الشرق مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. وكالات التصنيف الائتماني تستعين بالذكاء الاصطناعي هذه المرة، التفاصيل بعد قليل.